عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا دخلتوا مزيان وفي احسن الاحوال يا رب. اللي ما كيعرفنيش، انا سلمى غالمي، كنت العام اللي فات دايره، كنت في الاولى باك شعبة العلوم الرياضية، ومن بعد درت او قلبت توجيه لشعبة العلوم الفيزيائية. اذا هذا العام ان شاء الله عندي الثانية بكالوريا علوم فيزيائية. كما كتعرفوا هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون على المشتريات ديالي للدخول المدرسي الجديد، واي بلاصه تلقاو فيها المشتريات المدرسيه غادي تلقاو فيها سلمى، حيت كيعجبني الالوان وداكشي. المهم شي حوايج غادي تكونوا ديجا شفتوهم فيديوهات قدام، ولكن شريتهم لهذا العام، يعني نعتبروهم مشتريات لهذا العام ان شاء الله. المهم ما نطولش عليكم، نبداو الفيديو. بالنسبة للفيديو المقبل ان شاء الله غادي يكون على شي حوايج درتهم في البداية ديال العام الدراسي استعدادا لهذا العام الدراسي الجديد. الفيديو راه مسجل وكل شيء ان شاء الله، فوق ما كنتو نحطو لكم في استعداد تنظيم داكشي ديال اللي درتو، هادشي اللي درتو هنايا في الحيط وداكشي. المهم كل شيء راه فيه، عاود لوحة المهام راه عندي من هنايا، ان شاء الله يعجبكم، متأكدة غادي يعجبكم. اللي كيبغي الالوان وداكشي بحالي غادي يعجبكم ان شاء الله. المهم بلا ما نطول عليكم، المره الزوجه قلتها يلا نبدا. اول حاجه بعدا نبدا بها هي لي فيتغ. لي فيتغ انايا عندي، ولكن كما قلت لكم كيعجبوني الالوان وداكشي، شريتهم بعدا، شريت هادو باش ندير دي ريزومي وداكشي باش نلخص بهم هكا مثلا الدروس. شريو هادو رخاص وزوينين، ولا ماك زوينه بزاف، هادي فيبر كاستل زوينه بزاف، وشريتهم العام اللي فات وباقي يعني باقي مزيانين، ولكن خاصني الدوده بغيت نشري هادو نضيع الفلوس. المهم عاود شريت عندي الهايلايتر هنايا، شريت هادو خصني تشيني والخضر، و ثاني لي ستيكي نوت شريت هادو، هادو اخي فواصل انا صحاب لي زعما نقدر نكتب ساعه رقاقين بزاف، ما نقدرش نكتب فيهم، ولكن يجيو يقدروا يجيو بحال اللي راك دايره هايلايتر فوقهم. وهادو كنت شفتوهم في فيديو قبل، هادو كنت شحال وانا كنقلب عليهم شريت هادو، و ثاني قابسه ديال ستيلويات بيك ضروري، حيت راه العام اللي فات شحال ضيعت الفلوس غير في ستيلوات. المهم شريت هكا باش يتقن رخص، وثاني قلم الرصاص بعدا ضروريين. بلونكو ضروري حيت سالمة كتغلط بزاف، اي واحد كيغلط بزاف لكن زعما خصوصا سالمة. شريت عاود هادو قلم ملونة، شي حوايج ماشي ضروريين وشريتهم، حيت قلت لكم راه كيعجبوني الالوان. المهم شريت هادو ديال بيبر ميت، هاد الاقلام هادو ضروريين كنخدمهم بزاف في الملخصات وداكشي. المهم هادشي اللي شريت بخصوص داكشي ديال التلخيص. المهم لي ستيكي نوت هادو مازال غادي بحال اللي نفرقهم، غادي عاد نفرقهم، باقي لي هادو متى ما فرقتهم غادي نفرقهم ان شاء الله، باش فهمتوا كنحتاج كل لون بوحدو. صافي هادشي اللي كاين بخصوص الالوان وداكشي. نفوتو دابا الكتب ديال تمارين وحلول، حيت الكتبه ديال المقرر مازال ما شتنا. بالنسبه لكتب تمارين وحلول ديت بعدا ديال الماط، واخا بالعربيه انا كنت خدمت العام اللي فات، واخا بالعربيه خدمت بالطوب كما قلت لكم، وديت هذا ديال مهم ديما عرفت واش زوين ولا لا، صح ما عنديش يعني ما عرفاش الكتب اللي زينين زينين بالنسبه للشعبه ديالي سيونس فيزيك. ديت ديما ديما طوم او الجزء الاول والجزء الثاني، و عاود ديت الاس في تي
اس دو تيت ديت ماكسي. هادو كاملين قدام، شريتهم قدام، ما كنشريوش انا جديد حيت خصنا شويه من. مهم الا خصني شي كتاب جديد كنشري جديد، ولكن ولكن كما كتعرفوا كل ما بنادم اقتصد شويه راه مزيان، ماشي شويه، خص يقتصد بزاف. بحال هذا داير 94 درهم، شويه قاصح. ولكن بالنسبه لهذو الكتب ديال العربيه شريتهم رخص من هذو ديال الفرنسي. علاش؟ حيت دابا راهم بحال اللي ما يحتاجوهمش التلاميذ، ما كيدوهمش عليهم بزاف، كيرخصوا لهم مقارنه مع هذو اللي كيكونوا بالفرنسي. يعني بحال هذا الكتاب، كنقول لكم شريته هذا الكتاب ديال ديما، هذا راه ديته ب 20 درهم. المهم تشطرت داك الشيء، خصني ضروري تشطر. داير 88 درهم جديد، ولكن انا ما غاديش ناخذ جديد وهو زعما بالعربيه. وعاود المات سهله باش انك تترجم، ماشي بحال الفيزيك والاس في تي. اس في تي فيهم شي دوك مثلا كومباري وداك الشيء، راه غادي تحتاج شويه تعبير بالفرنسي. ولكن بحال المات راه تمرين، يعني تمرين راه تقدر تحلو بالفرنسي بالعربيه بكل شيء. واخا حتى الاخرين تمرين، ولكن فهمتوني شنو بغيت نقول. المهم باقي ان شاء الله غادي نزيد كتب بعدا فيزيك، حيت خصني ضروري نكتب تمارين وحلول. المهم نفوتو دابا شويه الفاطر. خديت بعدا 3 كارني باش ندير هذوك مثلا القواعد المهمه في الفيزيك والماط والاس في تي ان شاء الله. وهذا بلوك نوت زين زين تهدو ان شاء الله الامتحانات اولا دوك هكا، يعني دوك مثلا شي معلومه مهمه ديال الامتحان اولا نكتبهم هنايا ان شاء الله. مهم داكشي مع المده غادي نعرف شنو نخدم، فاش نخدم كل حاجه. وهاد عاود هذا نقدر نخدمه ك هذوك تو دو ليست اولا. عاوتاني نقدر مثلا شي تمرين قال لنا عليه الاستاذ اولا نحطوه هنايا، نكتبو هنا، نقيدو هنايا في الساعة. المهم من بعد غادي نعرف شنو نخدم كل واحد. المهم هادو باينه دوك بحال القواعد، بحال كما كنت كندير العام اللي فات الا شفتو فيديوهات القدام، راه كنت كندير مثلا في الفيزيك والماط ندير دوك مثلا شي قاعده مهمه، شي تمرين مهم، صفحه ديال شي تمرين مهم اولا بحال هكا. ثاني عاود خديت هذا ريبورتير باش نديرهم اوراق باينه. خديت فيهم باش ندير فيهم هكا الملخصات وداكشي اللي عطاونا الاساتذه، حيت العام اللي فات كان عندي بزاف ديال الملخصات وما كنتش كنلقى فين كنديرهم، ما كنتش كنلقاهم، ما كنلقاش فين نديرهم وداكشي. المهم راكو عارفين. وهاد الكلاسور راه كان عندي من السابعه، يعني ملي بدينا نخدمو لي كلاسور هو عندي. مسكين، ولكن ما غاديش نبدلو، ما غاديش نبدلو. المهم هادو الوراق بعدا ديال البلاستر ديال البويض ودوك المخططين. وشريت عاود لي بوشيت، فاش هادو ضروري انا كنشريهم، ماشي كنشريهم كل عام، غير كنحيد منهم الوراق وصافي. هاد لي بوشيت يعني غير فاش، حيت الاستاذ كيقول لك شري عينات باش ما يتقطعولكش الوراق، ولكن انا دوك العينات واخا هكا كيتقطعوا لي معليش. المهم شريت هاد لي بوشيت ضروري، يعني شي شريتهم ديال العام اللي فات، ولكن زعما كنصحكم بهم، نصحكم ضروري تشريو هاد لي بوشيت حيت باش ما يبقاوش يتقطعوا لكم الوراق. يتقطعوا بدوك العينات، ولكن الا كنتو مولين يقدروا ما يتقطعوش. المهم انا بالنسبه لي كيتقطعوا لي. المهم شريت، انا كنشري الدفاتر بالجمله باش يجي تقامو رخص، حيت حتى خواتاتي كيحتاجو معايا الدفاتر. بحال هنايا خديت ديال 200، خديت بعدا هادو الوراق البويض نحتاجهم ضروري وكملوا لي. وهاد الدفاتر وهاد الدفاتر الكبار. سهلا الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهاد الكتب
حتى ان شاء الله نجربهم ونقول لكم. طبعا ضروري غادي نقول لكم من بعد ان شاء الله النظره ديالي عليهم، اولا زعما واش فادوني واش ما فادونيش. بالطبع غادي يفيدوني ان شاء الله، ولكن زعما واش مزيانين واش لا. مهم نسولكم عند الاصدقاء ديالي الا كانوا خدموا بكتب اخرين باش تستافدوا بالنسبه للمستويات القادمه ان شاء الله. مهم بلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي.